السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن عائشة عطية. من هي عائشة عطية، وما كم عمرها، وماذا تفعل وماذا تعمل، وكل شيء عن عائشة عطية التي ظهرت اليوم ضمن ترندات جوجل. عائشة عطية ولدت في 8 فبراير عام 1991 وتبلغ من العمر 30 عاما، وهي مغنية وممثلة تونسية، واشتهرت بدور نجلاء في مسلسل التونسي نعورة. هذا المسلسل التلفزيوني الذي عرض في رمضان عام 2014، ويروي قصة حنان صاحبة مصحة خاصة ورثتها عن أبيها الجراح الكبير والمشهور. تترأس حنان مافيا كبيرة تتاجر في زراعة الأعضاء والمخدرات والدعارة، ويدخل على الخط صحفي استقصائي ذكي وبارع هيثم الذي سيساعد فرقة مقاومة الإجرام على حل الألغاز الكثيرة المحيطة بهذا هذه الأعمال الخارجة عن القانون. وهي جنسيتها تونسية ومتزوجة من وجه الشريف، وتعمل مغنية وممثلة، وبدأت نشاطها الفني منذ عام 2011 حتى الآن. من الأعمال السينمائية التي قدمتها عائشة عطية: أنا عائشة، فيلم قصير في عام 2016، بسلامته عام 2017، هو فيلم مصري. العربي ابن مهيدي 2017، هو فيلم جزائري. وهي متعددة الحديث باللغات المختلفة واللهجات العربية المختلفة، تتحدث جزائري وتونسي ومصري، وهكذا الفنان الناجح. أما برامجها التلفزيونية فقدمت في عام 2015 نعورة الهواء. هذا مسلسل التلفزيوني التونسي عرض في رمضان عام 2014، وهو كما تحدثنا عنه منذ قليل. وفي عام 2016 وردة وكتاب، ومسلسل درامي تونسي إنتاج عام 2016 إخراج أحمد رجب، وشارك في البطولة عاطف بن حسين وخالد هويسة ومال علوان ورؤوف بن عمر بجانب عائشة عطية. قدمنا لكم من قناة صحافة وإعلام هذا الموجز عن حياة وأعمال الفنانة وعمر الفنانة التونسية عائشة عطية. شكرا لكم.